طيب قال أحد جماعة أنصار السنة يقول إن زيارة الصوفية لا شيء فيها بل هي من الدين كما فعل الصحابة في هجرتهم من الحبشة. بالله يا زول الصحابة مشوا واستقبلوهم من النوبة. قالوا وحلف الفضول وغيرها من الزيارات. حلف الفضول كان زيارة؟ والله ده أول مرة ألقى لي فقه زي حلف الفضول زيارة؟ زيارة منه؟ وين الزيارة دي كانت؟ قال وغيرها من الزيارات من كانت من الصحابة المشركين. شوفوا يا أخواننا أنا فيما أعلم من نصوص الكتاب والسنة لا مانع من زيارة. مش زيارة؟ أنا جاي أزوركم في بيتكم. أنت لو كنت مسلم كافر مبتدع، لكن ما هو الغرض من الزيارة؟ يبقى ده السؤال هنا. يعني يقول لي أنت مبتدع الآن، أنا لو دق لي عبد الحي يوسف قال داير معاكم النقاش بأدلة الكتاب والسنة وجيبوا المراجع بتاعتكم وتعالوا لي، بتمشوا ولا ما بتمشوا؟ بمشي. رجاء ربنا يهديه. لو ربنا ما هداه رجاء انه اصحابه والناس اللي معاه يتركوا الباطل اللي هم عليه ويبقوا على الحق، مش كده؟ يبقى الغرض مش الناس اللي يلخبطوا الموازين. يقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما زار جار وجاره يهودي. زاره ليشنو؟ في سؤال ليشنو؟ وما هي نتيجة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي؟ زاروا، ورغم انه ده كان يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويعامله معاملة قبيحة، كويس؟ أول ما زاروا جلس عنده ولده عند الوفاة. قال يا غلام قل لا إله إلا الله. يا غلام قل لا إله إلا الله. الولد نظر لأبوه، قاعد يعين في أبوه، يعني أقوله ولا ما أقوله؟ فقال أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله فمات، نجاه ربنا به من النار. انتوا جيتوا عملتوا كده؟ عملتوا زي ده؟ الصوفية ما تقول لهم قولوا لا اله الا الله، هم بيقولوها. ما مطالبينك احنا تمشي الكباشي يقول لهم ايها الكباشيون قولوا لا اله الا الله. هون استقبلوك بها لا اله الا الله، استقبلوك بها ذاتها. فهموا ليه؟ فهموا بصراحة. قول لهم اول حاجة لا اله الا الله استقبلتوني بها دي. بالطريقة دي الذكر ده لا إله إلا الله ذكر كما في سنة الترمذي ذكر حسن، ما في مشكلة. لكن يقولون أول حاجة ما بالطريقة دي، ما في نوبة ولا في جماعي، ذكر ده ما في مشكلة، دي نمرة واحد. اثنين يقولون لهم لا إله إلا الله معناه شنو؟ لا معبود بحق إلا الله، معناه شنو الكلام ده؟ القبة دي يقول لهم بتسووا فيها شنو؟ التسوف في القبة دي غلط، ده شرك ما بجوز. ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قول لهم الكلام ده. أكان قلت لهم زي ده وجيت التمارك منهم والتلفزيون المعاقد القنوات الجارين وراك جو صوروك. أنت قلت لهم يا أخوانا لا يجوز دعاء غير الله، وهذه القباب مظاهر للشرك، ولا يجوز تدعو هذا ولا يجوز تدعو هذا، وهذا كل زي ما إبراهيم عليه السلام قال لقومه، قال له ما هذه شنو؟ هذه ما بلفها كلام عادي، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قول لهم زيدة أكان إحنا كلمنا فيك تاني يا غامدي ولا يا إسماعيل عثمان نكون غلطانين. قول زيدة والله أنا لو تكلمت تاني كلمة في واحد منهم أكون غلطان في الموضوع ده، يعني غلطان. زور الغامدي اللي زور، واللي جي غيره من الأئمة، أئمة الحرم، يجي السديس ويجي الشريم ويجي غيرهم من أئمة الحرم اللي يزوروا كلهم، أنا ذاتي بزور معهم. بس نقول كلام زي ده. يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قبة بانينا لو شنو؟ فيها شنو القبة؟ بتحلب؟ فيها شنو؟ بيسفوا منها تراب وبيعتقدوا فيها. قول لهم ده غلط ما بجوز. أنت جاي دار تنغزهم من النار ولا جاي دار تظهر في الإعلام؟ مؤتمر وحدة الصف، وحدة شنو؟ واحنا نقول لك اختلفنا معاهم في شنو؟ جاي داري وحدنا نحن خير، نحن اللي جاي داري وحدنا مع الصوفيه قاعدين مغادي، هو عارف نحن مختلفين بشنو عشان توحدنا؟ انت قال ديل ما اهلنا، انت قال عندنا مشكله معاهم عرقيه احنا؟ ديل اهلنا وفي النهايه كان وقت الحاره بيجونا نحن ديل، نحن دمنا كويس؟ مشكلتنا في شنو؟ مشكلتنا معاهم في القبب دي.
أكان أنت جيت أقنعت من القبب دي باطلة ولا تعمل مؤتمر وحدة الصف، نحن وربي نمشي برانا عليهم ولا دار مؤتمر. بس يومك التغني عن القبب دي يقول من الصلاح يقول يا أخوانا والله جانا إمام الحرم دي جزاه الله خير وبين لنا القبب دي ما بيجوز والله، ده ما من أولاد النبي وكذي وقال ما بيجوز كويس واقتنعنا والله القبب دي ما بيجوز، وتانا بندعو غير الله وبندعو الله براو. أكمل جيتنا أنا قدامك في محل الكباشي تعال غالطنا بعدك، أنا بمش قدامك لأنه في النهاية الفرق بيناتنا عقيدة، أول ما تتحد العقيدة بنتلمنا. لكن ده شغل كله تعرف شغل بتاع لخبطة، شيلوا الطاقية دي لبسوها لهداك وبيقول لك توحدنا. توحدنا كيف يا زول؟ توحدنا من أسي داري فوت بقى جاي يلقانا تلمينا ولا شنو؟ كفانا يا اخوانا جزاكم الله خير، نلتقي بكره ان شاء الله. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.